الشوط الاول من هذه المباراه، لكن الاهم استثمار هذه العوده للحفاظ على التركيز والاداء الفني والبدني يكون اعلى في شوط العوده باذن الله للاعبات منتخبنا الوطني. سبع منتخبات قلنا مشاركه في مونديال افريقيا في نسخه هذا العام على الاراضي المصريه، النسخه رقم 19 من هذه البطوله. ثلاث منتخبات موجوده كانوا في المجموعه الاولى اللي كانت بتضم طبعا السنغال ومصر الى جوار البلد المضيف طبعا مصر، ومصر تصدرت المجموعه برصيد 5 نقاط لما تفوقت 3-2 على السنغال وتفوقت 3-2 على المغرب في الجوله الثانيه. انما السنغال جاءت في المركز الثاني بتفوقها 3-2 على المغرب، وصعدت السنغال خلف مصر لدور نصف النهائي. كينيا، بوتسوانا، الجزائر، الكاميرون في المجموعه الثانيه، وكينيا تفوقت طبعا على الجزائر وبوتسوانا على الترتيب 3-2 طبعا من اشواط في كل مباراه في الجروب ستيج في الجوله الاولى والثانيه. والكاميرون نفس الكلام تفوقت على الجزائر وبوتسوانا في الجوله الثانيه والاولى، والجولة الثالثة بقى كانت النهائي المبكر لهذه البطولة واللي تابعناه بالتأكيد، مباراة تقيلة اللي تابعناها على شاشة اون سبورت أول أمس، واللي كان فيها التفوق للكاميرون في أول شوطين 2-2 ثم العودة لكينيا كان بثلاث أشواط متتالية، والأفضلية اللي كانت فعالة للكينيات اللي وصلنا لعبات كينيا وصلنا للدور النهائي من هذه البطولة في مباراة تابعناها على شاشة اون سبورت كانت قبل هذه المباراة واللي كان فيها التفوق على السنغال بأريحية تامة 3-2 ليذهبنا بطلات كينيا للدور النهائي من هذه البطولة لعام جديد لمرة جديدة، لأنه ده النهائي رقم 12 اللي بتصل إليه كينيا بالمناسبة في 19 نسخة بنسخة هذا العام من البطولة الإفريقية. 9 مرات حاملات اللقب المنتخب الكيني، منهم وآخرهم كان 2011 2013 2015 ثم بقى 2017 كان الكاميرون البطلات اللي امامنا هنا واللي معظمهن شارك في طبعا البطوله الاخيره في نسخه عام 2017 وكان ليهم التفوق 3-2 في الفاينل على المنتخب الكيني، ومصر كانت في المركز الثالث في عام 2017. لكن مصر حققت اللقب في 3 مناسبات، منهم المره الاولى اللي كانت طبعا في عام 1976 تحديدا، واللقب الاول في المره الاولى اللي انطلقت فيها هذه البطوله كان عام 1976 وعلى الاراضي المصريه ايضا كانت في مدينه بورسعيد الجميله واللي استقبلت طبعا البطوله في اول نسخ. اول نسخه عام 1976 مصر تفوقت على تونس في الفاينل واتت باللقب، والاربع مراكز كانت عربيه خالص في مشاركه 6 منتخبات، كان المغرب كانت في المركز الثالث والجزائر كانت في المركز الرابع. ثم النسخه الثانيه في تونس، وتونس اتت باللقب على حساب مصر في الفاينل، وقلنا اول 6 نسخ من البطوله الافريقيه مصر كانت على منصه التتويج ما بين الاول والثاني والثالث، جابت لقبين وفي ما بين طبعا المركز الثاني في 3 مرات والمركز الثالث في مره واحده. في 2009 اخر لقب ذهب لمنتخب عربي كان للجزائر بالتاكيد، كان في عام 2009 لما مدينه البليده الجزائريه استقبلت البطوله والجزائر تفوقت على تونس 3-2، والكاميرون كانت في المركز الثالث والسنغال كانت في المركز الرابع. ثم بقى كينيا والهيمنه من جديد 2011 في نيروبي، 2013 في نيروبي على حساب الجزائر، ثم الكاميرون و2015 في كينيا في نيروبي، كينيا ايضا تفوقت على الجزائر 3-2 والكاميرون كانت في المركز الثالث. ثم بقى ياويندي الكاميرونيه استقبلت النسخه الاخيره عام 2017 وكان ليها الغلبه الكاميرون 3-2 على كينيا، ومصر تفوقت 3-2 على السنغال واتت بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه في اخر البطولات النسخه رقم 18 اللي اقيمت في ياويندي الكاميرونيه. ننتظر بدايه احداث الشوط الثاني من هذه المباراه مصر الكاميرون نصف النهائي الثاني لمونديال افريقيا طائرة سيدات في نسخة هذا العام، واستقبال سلبي سارة أمين مش مركزة بالمرة، مش شايفة الكرة بالمرة، إرسال في وجه سارة أمين، الكرة طبعا بدون استقبال، إذا النقطة الأولى كاميرونية في هذه اللحظات، 1-0 في الأشواط وواحد لا شيء في البداية للشوط الثاني من هذه المباراة، إن شاء الله شوط العودة لمنتخبنا الوطني. إرسال أمامنا مريم مصطفى، استقبال الليبرو
اعداد شروق محمد، وادي الضرب هنا صد تعدي سهله سكند شانس المنتخب الكاميروني، محاوله الضرب في حائط الصد، نهله سامح تغطي من مركز سته، ادي الاعداد ومحاوله الضرب في حائط الصد، الكوره بره، الكوره بره، لعبت على التاتش بلوك وكان ليها ما ارادت في اللقطه الماضيه. مايا ممدوح اسماعيل 21 عام، صغيره السن ولكن كبيره القيمه، ما شفناهاش كانت موجوده مع المنتخب او مع النادي الاهلي تحديدا في مونديال افريقيا في مارس الماضي، واللي فاز بالنادي الاهلي او فازت باللقب سيدات النادي الاهلي على حساب النساء الرياضي كارتاج للعام الثاني على توالي في حضره النادي الاهلي في اهلي الجزيره في المباراه النهائيه. طبعا رساله امامنا، ادي الاعداد والضرب بقوه بقوه بقوه، 3-1 في هذه اللحظات الافضليه كاميرونيه. في مشاكل فنيه في دفاعات منتخبنا الوطني، طبعا حائط الصد بيتاخر بزياده، هو مع الضاربه لما يكون هناك ارتقاء للضاربه بيتاخر نسبيا مع النظر لجسم اللاعبه علشان يقدر ان هو يامن حائط الصد بشكل اكثر فعاليه. ادي السلبيه بل الكره الاولى، ساره امين وللمره الثانيه نازله الشوط ومش مركزه. 4-1 الافضليه كاميرونيه في هذه اللحظات. بدايه الشوط الثاني بدايه سلبيه مع استقبال الكره الاولى تحديدا في نقطتين متتاليتين. ادي امامنا الشاشه الرئيسيه للملعب هنا في صاله اكتوبر الدوليه، والنتيجه يعني كانت امامنا 3-1. هنشوف امامنا هل في تعديل او اعاده للنقطه، ممكن نشوف امامنا مثال دلوقتي في صالح المنتخب المصري. مريم متولي استقبال الكره الاولى، رئيس نصير الليبرو في تشكيله المنتخب الكاميروني، تعدي سهله، فرصه امامنا، ادي الضرب وبقوه وبقوه هنا من اربعه في مركز خمسه، ولكن الدفاع كان اقوى من المنتخب الكاميروني. سكند شانس المنتخب المصري، ادي نهله ومحاوله الضرب في حائط الصد، لكن متابعه دفاعيه ايجابيه، تعدي سهله، فرصه جديده في ترانزيشن انتقالي موجود، والضرب خارج الملعب لم تلامس حائط الصد، النقطه في صالح منتخبنا الوطني. اعداد قصير والضرب سريع في محاوله الضرب فيما بين اربعه وخمسه ولكن لم تلامس السايد لاين. مريم متولي سيلف لوتر، ادي استقبال الكره الاولى، اعداد خلفي ومحاوله الضرب من الاوبوزيت في حائط الصد والى خارج الملعب، لعبت على التاتش بلوك ونجحت في ايجاد النقطه لاعبه مركز اثنين في تشكيله المنتخب الكاميروني لاتيتا موما باسو. 4-3 الان الافضليه كاميرونيه على ارض الملعب في بدايه احداث الشوط الثاني من هذه المباراه. تغيير هنا امامنا، خروج للاعيبه رقم 15 في هذه اللحظات. ياتا الميديا 22 عام، نزول الاصغر سنا فيما بين لاعبات كل المنتخبات المشاركه في مونديال افريقيا في نسخه هذا العام. لاعب رقم 20 مانويلا ميري روس 17 عام، متر 88 سنتي 2 متر 26، متخصصه الارسالات الفعاله. لكن هنا امامنا ظهور لمايا ممدوح تلعب على التاتش بلوك وتنجح في ايجاد النقطه في صالح منتخبنا الوطني في هذه اللحظات. خروج مره اخرى مع نزول لليبرو في تشكيله المنتخب الكاميروني في التغيير الحره، رئيسة ناصر ارسال موجه بدون تحكم، مايا تخطئ، وهدية مقبولة بالتأكيد من جانب لاعبات المنتخب الكاميروني، يتقبلوا الهدية وهم مش محتاجين أصلا هدايا، يعني هم عندهم ما يميزهم ومتفوقين بإيديهم. ماشي، أخطاء لازم نتداركها، يعني الأخطاء السهلة ما ينفعش تبقى موجودة على أرض الملعب. الكورة بتحب الكاميرون هنا أمامنا، هي يعني هي لاعبة مميزة الحقيقة، هي لاعبة قوية والكورة بتساعدها حتى على التفوق. لاتيتا موما باسوكو الوحيدة تقريبا في مونديال افريقيا اللي بنشوفها بتلعب ارسال رجالي بقوة الارسال الرجالي وبتلعبه سبايك. شوف امامنا هنا مع الوثب، شوف القوة، شوف القوة في التعامل. ادي مريم مصطفى واستقبال للكرة الأولى فريدة، سكند شانس الكاميرون، ادي الاعداد الخلفي، وحش قوي وحش قوي وحش قوي وحش قوي وحش قوي، ويا ريت على طول. امانة جولجيو يوليندي لاعب رقم 14 بصير اساسي في تشكيلة المنتخب الكاميروني، 22 عام، متر 84 سنتي 2 متر 94 في الهواء مع السبايك و2 متر 75 في الهواء مع البلوك، هي البصير الاساسي اللي بيقابلها عندنا يعني في منتخبنا الوطني لاعبه شروق محمد فؤاد. استقبال امامنا، ادي الاعداد والضرب في حائط الصد الى خارج الملعب، التعامل المثالي المتقن عالي الجوده. سيمونا فلورا بكيتال 27 عام خبره، هذه اللاعبه اللي بتلعب في بوردو الفرنسي هناك في الدوري الفرنسي. تخلص النقطة رقم 7 وتاخد سيدات الكاميرون الكسر بفرق النقطتين على منتخبنا الوطني. ارسال فلوتر موجه للكابتن والقائد نانا كريستي تشونغ تشانغ،
ادي الاعداد الخلفي والضرب بقوه، فريده العسقلاني هنا بتتحرك بشكل فعال مع اعداد دوبل كان مثالي الحقيقه في هذه اللقطه من شروق محمد، والتخليص مع التحرك المثالي الحقيقه في هذه اللقطه من جانب فريده العسقلاني. قلنا 24 عام، متر و80 سم، 2 متر و90 زي ما ضربت في الهواء مع السبايك في اللقطه الماضيه. على الارسال فريده توجه استقبال امامنا ريسه بصعوبه، هتعدي سهله، فرصه امامنا لمنتخبنا الوطني، ما تعديش بالمره، ما تعديش بالمره. خطا هنا من جانب لاتيتا موما باسو. اذا النقطه رقم 7، نقطتين متتاليتين يشيل المنتخب الوطني ويعود في النتيجه على ارض الملعب. فريده العسقلاني ما زالت على الارسال في هذه اللحظات، فلوتر استقبال ضعيف وهتعدي سهله، سكند شانس منتخبنا الوطني، اللمسه الاولى تخلص النقطه هنا والافضليه، وللمره الاولى نروح للفيرست تكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني، بافضليه لمنتخبنا الوطني للثقه على ارض الملعب. نعود بالتاكيد اداء فني ايجابي، رسالات مميزه، وشوف امامنا هنا تعليمات وتوجيهات وفي روح على ارض الملعب ما شفناهاش. قلنا في مباراه المغرب مباراه للنسيان خلاص ملهاش اي فايده، النهارده هو الفايده الكبيره في التاهل للمباراه النهائيه والعوده بقى للنهائيات على مستوى القاره الافريقيه، لانه مصر لم تصل للمباراه النهائيه منذ ان وصلنا في عام 1993 طبعا النهائي، وخسرنا النهائي كان 0-3 امام كينيا ايضا في المباراه النهائيه هناك في ليجوس النيجيري. ثم بقى الوصول، لا وصلنا في 2003 اخر لقب من الالقاب الثلاثه اللي جبناها، ومصر حصلت على 3 القاب في هذه البطوله، هي ثاني اكثر منتخب احراز لبطوله افريقيا بعد كينيا اللي عندها 9 القاب، مصر 3 القاب حل تونس، وتونس اتت باللقب الاخير ليها كان عام 1999 ايضا في ليجوس النيجيريه، لكن مصر في عام 2003 اتت باللقب من نيروبي الكينيه على حساب كينيا الحسن باذن الله ان احنا نتاهل للمباراه النهائيه وناكل بقى كينيا هنا على ارضنا في قاهره المعز. فريده العسقلاني ما زالت على الارسال، افضليه مصريه 8-7 اعداد اوت اوف سيستم، فرصه للمنتخب الوطني تتلم مع حائط الصد فريده، ادي الاعداد من شروق والضرب في حائط الصد، لكن متابعه خلف حائط الصد مثاليه، ترجع تاني تعدي سهله، سكند شانس مايا، اعداد اوت اوف سيستم، فرصه لل هنا في خطا فني في التعامل، اعتقد في لمستين في الكوره كانت باينه في التعامل من مريم متولي في اللقطه الماضيه، كان في لمستين وخطا فني في التعامل، اذا النقطه هديه لصالح المنتخب الكاميروني. 8-8 التعادل الحاضر على ارض الملعب. ارسال امامنا ستيفاني فونسو موجونج، ارسال بقوه زائده عن الحد بره في الاعلانات بالمره، النقطه في صالح منتخبنا الوطني، العوده للافضليه من جديد 9-8 في هذه اللحظات، 25-23 شوط اول في صالح المنتخب الكاميروني، وقلنا منتخبنا الوطني على مستوى الفتيات تحت 20 عام بيلعب ايضا في المكسيك في هذا التوقيت مباراه مهمه في اطار مباريات بطوله العالم تحت 20 عام هناك بالمكسيك، وبيادوا اداء رائع الحقيقه. خسروا 0-3 امام بولندا ولكن بيادوا اداء رائع. هنا امامنا الضرب في حائط الصد والى خارج حدود الملعب، عندها الحلول الضاربه انها توجه ريسك اليد في ضرب في حائط الصد وتوجيه الكوره، استغلال لحائط الصد لكسب الكوره بتوجيه الكوره الى خارج حدود الملعب، والنقطه في صالح المنتخب الكاميروني. 9-9 في هذه اللحظات امانه جوليو يولندي البصير للمنتخب الكاميروني، استقبال ساره امين، اعداد قصير والضرب السريع وحش قوي، مريم متولي سهله في المتناول، ادي الضرب في عمق الملعب، شروق اوت اوف سيستم ترفعها مريم، وادي محاوله الضرب القطري لكن دفاع منخفض عالي الجوده من المنطقه الدفاعيه بلا اي تحكم بالمره، حطيتها مره ثانيه في الاعلانات بره نانا كريستي تشونغ تشانغ الكابتن والقائد للمنتخب الكاميروني على ارض الملعب، العصراء الكاميرونيه تضرب بقوه زائده عن الحد وتحط الكره بره الملعب، ساره امين على الارسال في هذه اللحظات، واعتقد هناك تغيير. ادي امامنا ساره امين محمد. الموسم الماضي كان اول موسم ليها في النادي الاهلي، قادمه كانت من الشمس القاهره. ضرب في حائط الصد لكن مريم مصطفى تغطي اخر الملعب بشكل ايجابي، وادي الاعداد القصير والضرب السريع، المره دي حلوه. ملعوبة تكتيكية ذكية بشكل مثالي وعالي الجودة في اللقطة الماضية، اعداد شروق والتخليص من مريم متولي عملاق المنتخب المصري وعملاق النادي الاهلي في هذه اللقطة. 20 عام صغيرة السن ولكن كبيرة القيمة، مستقبل الكرة الطائرة الاهلاوية والمنتخب المصري الاول حتى
حاضرة بإذن الله في السنوات القادمة إن شاء الله ليها العمر بعيدا عن الإصابات ويكون بأداء عالي. المرة دي ضرب من مركز أربعة في عمق الملعب، ترتد الكرة على البيز لاين لملعب منتخبنا الوطني. إذن النقطة كاميرون. على الإرسال أمامنا سيمون فلور بيكيتال 27 عام، متر 83 سنتي، 2 متر 97 في الهواء مع السبايك. إرسالتها موجهة فلوتر بقوة، ادي الاستقبال اعداد ومحاولة الضرب من مايا، ولا اجمل ولا اجمل، تذكرنا بضرباتها المؤثرة اللي كانت في الشوط الخامس تحديدا امام المنتخب المغربي في اخر جولات دور المجموعات، نزلت وكان نزولها في الحل في غياب اي حمدي الشامي الاوبوزيت الاساسي او لعبة مركز اتنين في تشكيلة المنتخب الوطني في اصابتها او باصابتها في الركبة، نتمنى لها السلامة طبعا. لكن مايا حل من الحلول، واختيارها للمنتخب الوطني اكيد عن عين خبيرة، مش تواجد بلا اي فائده، وفائدتها موجوده لانها مؤثره. حائط الصد هنا هو ده التاثير، وهي دي فعاليه، ولازم ناخد الافضليه ونستغلها، نسحب في النقاط 3 4 5 نقاط فرق، هيكون فرق مريح يخلينا نلعب باكثر اريحيه بعيدا عن الضغط، ونقدر ان احنا نبدع على ارض الملعب بشكل ايجابي، يبقى في حلول اكبر بعيدا عن ضغط النقطه بنقطه. يكبر في هذه اللحظات جيان ريني ايكونو بيكونو المدير الفني للمنتخب الكاميروني اللي بيظهر هنا امامنا على الحصول على الوقت المستقطع الاول المحق ليه في احداث الشوط الثاني، ايقاف بقى النزيف من النقاط زي ما بنقول دايما، او السيل من النقاط اللي بيحصل عليه منتخبنا الوطني، والافضليه الان مصريه بفرق 3 نقاط فارق لازم نحافظ عليه حتى ختام الشوط ما بعد السكند تكنيكال تايم اوت، ما بعد النقطة رقم 16. ومن يصل من كلا الفريقين أولا هذه النقطة، الأهم الذكاء بقى في التعامل. الحفاظ على التركيز وتقليل الأخطاء السهلة، البلوك يكون عالي، استقبال الإرسال يكون فعال. الضرب على التاتش بشكل متقن، أدي أمامنا حائط الصد اللي بدأ يعلى، مايا وفريدة، وهنا أمامنا مرة أخرى حائط الصد ولكن مشروخ. حائط الصد كان طالع من بدري. ما بصوش على الضربة، والإعداد كان متقن الحقيقة في هذه المرة من جانب أمانة جوليو يوليندي، بتلعب بعيد عن الشبكة أو ورا الشبكة بمتر تقريبا، وده بيسهل للعيبة القادمة من المنطقة الدفاعية إنها تكشف أبعاد ملعب منتخبنا الوطني وتضرب بشكل متقن، وهي ضربت فيما بين 6-1 بشكل فعال. مريم مصطفى استقبال الكرة الأولى، أدي الإعداد، ووو تعدي وهتعدي سهلة، سكند شانس منتخبنا الوطني. مريم شروق الضرب من مايا، وحائط الصد، حائط الصد هنا ثنائي كاميروني المرة دي هو اللي مرعب في هذه اللقطة، استيفاني فوتسو بموجونج إلى جوار العملاق لاتيتا موما باسوكو، ثنائي تقيل، ثنائي تقيل، أخر شوية في الصعود قرأ الزوايا اللي ممكن تضرب فيها مايا ممدوح، وحط الإيد بالشكل المثالي من بره لجوه بشكل فعال الحقيقة، وسايبين الكروس للديفنس وقدروا إن هم يصطادوا حائط الصد. الشوط التاني يعني سارة أمين بره الملعب، بره الملعب مع استقبال الكره الاولى، دايما لعبات اربعه والليبرو في تشكيله المنتخب الوطني لازم يكون شعارهم اضرب كمان وكمان، هستقبل في كل مكان، لكن ساره امين مش في حالتها، مش في حالتها، مش في حالتها. ثالث كوره او رابع كوره استقبال الكره الاولى سلبي، وكمان مره لكن المره دي مع مريم مصطفى، مريم مصطفى استقبال الكره الاولى سلبي، سلبي، ولسه بنتكلم، لسه بنتكلم الحفاظ على التركيز والافضليه في هذه المباراة مع النقاط الهامة والحاسمة. يكبر في هذه اللحظات هذه المرة الكابتن نور عطية المدير الفني لمنتخبنا الوطني على الحصول على الوقت المستقطع الأول المحق ليه في أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. حاول يحافظ على تركيزهم لأنه قالوا في التركيز مع استقبال الكرة الأولى كده كده من بداية الشوط الثاني، سارة أمين بعيدة بمعدل التركيز واستقبال الكرة الأولى ضعيف، ماري مصطفى انضمت لها وده مش صح. المفروض على المدير الفني هو بس يلعب على العمل الذهني بشكل إيجابي و يعمل روتيشن لانه عنده لعبات بره ذات فعاليه. نهله سامح شوط وبره لعيبه اربعه شويه كانت فاقده للتركيز في الشوط الاول لكن عندها الحلول، واستقبال الكره الاولى عندها مميز المره دي موجوده هنا، موجوده على ارض الملعب في هذه المباراه، في المباريات الماضيه يعني كان شويه بتسحب وشويه تبقى موجوده ما بعد الشوط الاول ومؤثر، روح على ارض الملعب. نهلا سامح عبد القادر استقبال او ارسال بقى المره دي سلبي من مانويلا بيتي روس 17 عام قلنا 2 متر 96 في الهواء مع السبايك لكن تطلع الكوره خارج حدود الملعب. شروق تخرج ومايا تخرج، نزول امامنا هنا للاعبه
مريم ثروت قلنا اول موسم ليها الموسم الماضي مع نادي الزمالك، قادمه كانت من الشمس القاهري، وكابتن نور عطيه عارف لعبات الشمس كويس قوي، لذلك ضمهم اربعه سواء كانوا او ما زالوا بيلعبوا في نادي الشمس. ماشي، ادي الاعداد القصير والاسقاط بليسنج، ولا اجمل ولا اجمل لمحه، يعني لمسه بلمحه فنيه حلوه 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 حلوه. الاعداد القصير والضرب السريع كلفته دفاع منتخبنا الوطني في اللقطه الماضيه. 15 14 الافضليه كاميرونيه، وجت للارسال لاعب لاتيتا موما باسوكو. حذاري 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 حذاري، صواريخ 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 تلعب على نهله، لكن نهله بقوه تستقبل. ادي محاوله الضرب من اربعه هنا امامنا، ايه خالد تاني الكوره سكند شانس مريم، ولا اجمل دفاع منخفض عالي الجوده، ترجع تاني سكند شانس الكاميرون، حاطه الصد اعلى من حاطه الصد وتخلص وبقوه في هذه اللقطه. سيمون فلور بكتال ما بتهزرش وما بترحمش، ستيفاني فوتسو على فكره هي اللي خلصت كابتن وقائد المنتخب الكاميروني في هذه اللقطه. النقطه رقم 16 مع ضرب بقوه اعلى من حاطه الصد فيما بين مركز 6 ومركز 1، تخلص النقطه رقم 16 والوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، المقطع الثانية الإجباري في أحداث الشوط الثاني بأفضلية بفرق الكسر بفرق النقطتين. إذن العودة من جديد ما بعد انتهاء الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. إرسال مريم استقبال الكرة الأولى، أدي الإعداد ومحاولة هنا مع اللعب القصير، ولكن تعدي في المتناول، حائط صد مثالي، دفاع منخفض عالي من الكاميرون والضرب من المنطقة الدفاعية، ولكن ولا أجمل سارة أمين عالية هذه المرة تلعب بشكل مهاري عالي الجودة مع الدفاع المنخفض. سكند شانس الكاميرون مرة أخرى، أدي المحاولة مع حائط صد والكرة في لمس الشبكة في لمس الشبكة في لمس الشبكة. فريد العسقلاني ونهلة سامح، ولمس الشبكة كان حاضر مع البلوك اللي كان موجود، والنقطة في صالح المنتخب الكاميروني. إذا 17 14 ياخدوا الكسر ثلاث نقاط المنتخب الكاميروني في هذه اللحظات. ارسال امامنا، ما زالت على الارسال لتيتا موما باسوكو، قلنا 3 متر واحد قويه قويه قويه، وقلنا هتنافس وبقوه على جائزه افضل لعبة في البطوله وافضل ارسال كمان في البطوله. هذه البطله قلنا ارسالاتها رجالي، ارسالات رجالي من فئه الرجالي، ارسالات قويه تقيله مع السبايك تطلع وبترتقي، وكمان الشبكه يعني دي لو في عالم الرجال تعذب الرجال، فما بالك في عالم السيدات، والسيدات اقل في ارتفاع الشبكه. ضربه مره اخرى بقوه هتعدي سهله، ايه خالد نزول طبعا موجوده على ارض الملعب في هذه اللحظات وفي اللحظات الماضيه، رحمه حسن المهندس لاعبه مركز اربعه بدلا من نهله سامح عبد القادر موجوده على ارض الملعب. نقطه رقم 15 في صالح منتخبنا الوطني، تنشيط لمركز اربعه مع استقبال الكره الاولى هي شويه مشكلتها انها بتضرب مع الخط فقط مقروءه، واستقبال الكره الاولى عندها نسبيا اضعف من نهله سامح عبد القادر. ضرب في حائط الصد اقل من كره الكوره، تعدي كان ممكن تتلم، حاطه الصد فين؟ ادي امامنا ثروت، اعداد فريده وحش قوي، الضرب جوه الملعب جوه الملعب ما بتهزرش وما بترحمش. نانا كريستي تشونغ تشانغ 30 عام قلنا الكابتن والقائد للمنتخب الكاميروني، تخلص فيرست تايم من اللمسه الاولى تضرب في مركز خمسه وتخلص النقطه رقم 19 للمنتخب الكاميروني. دي الاخطاء السهله والساذجه، والكره اترفعت وحش ليه؟ لانها اوت اوف سيستم، او مش البصير مش الموزع مش المايسترو اللي موجود على ارض الملعب لمنتخبنا الوطني هو اللي رفع للمفروض دلوقتي انه مريم ثروت. هو سحب شروق محمد فؤاد شويه غريبه، ولكن ثروت موجوده على ارض الملعب واللي رفع الكوره فريده العسقلاني، وطبعا فريده مش متخصصه الرفع وان كان في تطور عالم الكره الطايره، المفروض ان كل اللاعبات يجدن فن التعامل مع رفع الكوره لما الكوره تكون اوت اوف سيستم، لانه لما تكون اوت اوف سيستم تبقى اسهل للفريق الغريم على ارض الملعب.
بالمناسبة انه اتكلمنا عن منتخبنا الوطني اللي بيلعب مباراة النهاردة امام المنتخب البيروفي، منتخب بيرو هناك في المكسيك، بطولة العالم تحت 20 عام للمنتخبات للفتيات طبعا. ومنتخبنا الوطني خسر امام بولندا بالامس، وخسر ايضا النهاردة امام بيرو، لكن قدم مباراة كبيرة الحقيقة، خسر 0-3 ايضا هناك في مباراة اليوم. المباراة كانت ابتدت قبل انطلاق مباراتنا هنا بنصف ساعة او بساعة تقريبا، 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، لكن كان مباراة فيها تحدي كبير وتحدي عالي، وكل البطلات الموجودات طبعا في منتخبنا الوطني من عيار ثقيل. هنتكلم عن المباراة اكيد في وقتها ونديها حجمها، لكن هنا ارسال خاطئ، الاخطاء مش في وقتها، الاخطاء السهلة والساذجة، الاخطاء السهلة والساذجة، ارسال بره الملعب بالمرة، والنقطة رقم 20 في صالح المنتخب الكاميروني. دايما الكاميرون تلاقوها في النقاط الهامة والحاسمة مع الدخول في عمق الشوط، مع الاقتراب من النقطة رقم 25، نقطة السر في حسم الشوط، بنلاقي انه المنتخب الكاميروني بيفرق. ليه؟ لانه عنده الخبرة وعنده القدرة على التعامل مع النقاط الهامة والحاسمة، بيرفع من التركيز وبيقلل من الاخطاء. المرة دي ضرب بالداوند لاين، اختيار الضرب هنا من الاوبوزيت في مركز واحد، قوة الضربة ما تحكمش. نتيجة موما بسوكو على التعامل مع الكرة في اللقطة الماضية، والتخليصة من سارة أمين، النقطة رقم 17 في صالح منتخبنا الوطني. تغييرة في محلها، نزول شروق محمد فؤاد، تغييرة في محلها طبعا في وجود مريم ثروت على البنش من جديد، البصير الثاني أو المعد الثاني في تشكيلة منتخبنا الوطني. شروق على الإرسال، فرصة في وجود ثلاث ضربات على الشبكة، ممكن يكون في فعالية أكتر مع حائط الصد. إرسال فلوتر، أدي أمامنا رئيس نصير، استقبال ليبرو، إعداد لك التغطية خلف حائط الصد بشكل مثالي، مايا اعداد في مركز اربعة، والضرب بمثالية، الضرب بمثالية، سارة امين تفوق وتروق، ولما تفوق وتروق تخرج كرات من ذهب لما تكون في حالتها، لما تكون في حالتها فقط. كرتين ثلاثة اربعة جم عليها بالارسال، استقبلت بشكل ضعيف، اهتز شوية تركيز، لكن عادت مع الضربات القوية ودفاعها المنخفض مثالي طبعا سارة امين. ارسال خارج الملعب، قلنا هم مش محتاجين هدايا، الكاميرون كده كده بتتفوق بنفسها، بتخدم نفسها بنفسها، لكن الارسالات السهله والاخطاء الساذجه مع الارسال والكره اللي بتطلع بره مش في وقتها بالمره، مش في وقتها بالمره. واحد لا شيء الكاميرون في الاشواط، 21-18 الشوط الثاني، فرق ثلاث نقاط وعلى بعد اربع نقاط الكاميرون من حسم الشوط الثاني في هذه المباراه. مريم استقبال، شروق، اعداد، محاوله الضرب هنا وحشه قوي، وحشه قوي، ولا حتى لمست في حائط الصد، بدون تحكم بالمره. مايا تحط الكرة في الشبكة، ترد في ملعب منتخبنا الوطني، ولو حتى حد أنقذها من لعبات منتخبنا الوطني هتبقى لمسة رابعة، حتى لو برجليها يحق ليها، بس ما تكونش لمسة رابعة، هي ثلاث لمسات بس. 22-18 الأفضلية ما زالت كاميرونية على أرض الملعب. أمامنا هنا الإرسال، ستيفاني فوتسوموغونج، فلوتر موجه، فين الكرة؟ فين الكرة؟ سكند شانس الكاميرون، تعلقها رحمة، ادي كرة ومحاولة الضرب هنا، ولكن دفاع منخفض مثالي، تعدي سهلة، سكند شانس المنتخب المصري، فرصة امامنا، اعداد قصير والضرب السريع من مريم متولي، لكن مرة اخرى ادي كرة والضرب بالداوند لاين، ولا اجمل سارة امين باتقان وتقنية عالية في هذه المرة، تختار الداوند لاين مع العمق في مركز واحد وتخلص النقطة مع قوة الضربة اللي ما تحكمش دفاع المنتخب الكاميروني. 22-19 الافضلية ما زالت كاميروني. سهلة مريم تحاول تعدي الكرة في هذه اللقطة، متولي ترجع تاني، وادي الضرب بقوة، قلنا ما بتهزرش وما بترحمش، لعبة مركز اتنين شغال، مركز اربعة ماشي، وتلاقيها حاضرة هنا امامنا لعبة رقم 6 لاتيتا موما باسوكا، قصة قلنا بتلعب في بوردو هناك في الدوري الفرنسي. تلاتة وعشرين 19 افضلية مازالت كاميرونية من بداية الشوط. شويه المنتخب المصري خد الافضليه في البدايه، لكن دايما تكون افضليه وهميه. هنا امامنا الضرب السريع مع الاعداد القصير والتخليص من مريم متولي، ادي امامنا لعيبه مركز 3، مريم متولي 20 عام، متر 86 سنتي، احدى اطول اللاعبات اللي موجودات في سكواد منتخبنا الوطني، 3 متر في الهواء مع السبايك زي ما ضربت في اللقطه الماضيه، و2 متر 90 مع البلوك. استقبال ضعيف، لكن هنا الاعداد المثالي، شوف امامنا البصير الثانيه او الاولى، الثانية أو الأولى، أعتقد كان في خطأ في التعامل وفي لمس شبكة كان موجود، والنقطة في صالح المنتخب المصري في هذه اللحظات. نطلب وقت مستقطع، هنا أمامنا جيان ريني إيكونو بيكونو المدير الفني للمنتخب الكاميروني، لكن المنتخب الكاميروني عنده ناديجي كولا هنريتي لاعب رقم 7، البصير الثاني أو المعد الثاني في تشكيلة المنتخب الكاميروني،
الاجوار امانه جوليو يوليندي، اتنين تقال وايديهم موزونه لانه البصير او المعده هو رمانه الميزان العمليه الهجوميه كلها. هذه طبعا اجمل ما جاء من نقاط ولقطات خلال الوقت المستقطع في احداث هذه المباراه. الشوط الوقت المستقطع طبعا مطلوب من المنتخب او المدير الفني للمنتخب الكاميروني في احداث الشوط الثاني. مع الاعداد اعتقد ان الملعب شغال، يعني اعتقد انه اللعب شغال. الكاميرون جابت نقطة ما شفناهاش، النقطة اعتقد اصبحت رقم 24 دلوقتي في صالح المنتخب الكاميروني. مع الاعداد كان في نقطة للمنتخب الكاميروني، وهنا بقى اعتقد كان مع الارسال السلبي لانه النقطة كانت جاية سهلة، ونزول مع تغييرة حرة، فرصة حائط الصد في هذه اللقطة، نزل ستيفاني فوتسو موجونجو وسحب الليبرو رايس ناصير. ادي الضرب من رحمة، الكرة لم تلامس حائط الصد. اذا الشوط في الاخير يحسم في صالح المنتخب الكاميروني، 25-21 الشوط الثاني من هذه المباراه بعد 25-23 الشوط الاول. الافضليه الكاميرونيه 2 لا شيء